السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ من ايه؟ رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا في فيديو جديد من فيديوهات اجمل حمام، انواع الحمام في العالم. امبارح يا جماعة بدأت السلسلة وعملت فيديو عن انواع الحمام، والحمد لله لك اعجب منكم. النهاردة يا جماعة هنبدأ نركز عن كل يوم عن فيديو، هنعمل فيديو عن نوع معين من انواع الحمام على حدة يعني، ونقول مواصفاته ونقول مميزاته ونقول اسعاره في مصر. بس احنا يا جماعه بنعمل الحاجات دي على فيديوهات حمام عالميه، يعني الحمام ده كله خارج مصر. الحمام النهارده يا جماعه هنتكلم عنه هو من اجمل اشكال الحمام، وسبحان الله سبحان الخالق العظيم، ألوانه متناسقة جدا زي ما يكون مرسوم برشة فنان سبحان الخالق العظيم. هو يا جماعة الحمام الأسوارلو، الحمام الأسوارلو يا جماعة في منه ألوان وأتوب كتيرة جدا ما نعرفش منها إلا أعداد معينة قليلة جدا اللي نعرفها. يعني احنا شايفين أهو الرسمات، هو بيكون يا جماعة الشرط إنه بيكون برنطة وعلى دقة في راسه، دقة كده لطشة في راسه على المنقار، والسروال طبعا بيكون طويل، وبيكون الفرد مرسوم رسمة مميزة جدا. وفي الفيديو ده أنا أعرض لكم كل الألوان اللي قدرت أتحصل عليها من النوع ده. النوع ده يا جماعة موجود هنا في مصر، بس مش كل الألوان اللي انت تشوفها في الفيديو دي، في ألوان معينة اللي موجودة. وأنا كان عندي البني وكان عندي الرصاصي. ده يا جماعة النبيتي سبحان الخالق العظيم مرسوم رسمة سبحان الخالق. ده أسعاره من مصر يا جماعة بيبدأ من 300 جنيه للجوز على حسب المستوى، وطبعا كل ما المستوى عالي كل ما الحمام سعره بيعلى. احنا بنتكلم يا جماعه، انا جايب لكم فيديو مستويات عالميه، يعني مستويات دي بالدولار، الحمام ده بالدولار، ما هوش يعني تقدر تشتريه باي سعر يعني. بس انا جايبه كفرجه وان احنا نعرفكم على الانواع والمستويات العالميه، يعني تشوفوا الفرق في مصر والفرق الحمام خارج مصر. ولو عجبك يا جماعه سلسله الفيديوهات دي، اي نوع حمام عايزين نسلط عليه الضوء ونعمل عليه فيديوهات اتركوا لنا تعليق، وانا تحت امركم ان شاء الله هجيب لكم مستويات من جميع انحاء العالم. ده يا جماعه الاسوال الاسود، شايفين الدقة اللي على الراس اللي بيتكلم عليها، السروال اسود، اللي الجناح اسود، الجسم كله ابيض سبحان الخالق العظيم. الحمام ده حمام زينة يا جماعة. طبعا عشان نفرخ الحمام ده يا جماعة بنحاول لازم نقص السروال اللي في الرجل ده عشان يقدر يتحرك ويقدر يمشي وما يكسرش بيضه وما يموتش الزغاليل ولا حاجة، يبقى خفيف الحركة. أي حمام بنحاول نفرخه ويكون عنده سروال طويل لازم بنقص السروال ده يا جماعة، بس ما بنعجش جنب الأنابيب، بنقص الريش من فوق من بره بره كده عشان ما نعورش الحمامة يعني. اللون ده يا جماعة موجود في مصر، حمامة من الحمام الجميل جدا يا جماعة سبحان الله.
بالنسبة لفيديوهات الباقة يا جماعة، بنشكر الناس اللي بتعرض عندنا وشكرا على ثقتكم فينا، وشكرا برضو للناس اللي اشترت. ولو حد عايز يبيع، رقم التليفون مثبت في مقدمة الفيديو وفي النهاية، يتواصل معنا واتساب، واحنا تحت امر الجميع ان شاء الله، وخدمة بنقدمها لكم يا جماعة لكل الناس. ربنا يبارك فيكم ويرزق يا جماعة من فضله. جماعة الحمد يا جماعة، موش محتاج شرح ولا حاجة، ان شاء الله هنسيب لكم الفيديو تتفرجوا عليه وتشوفوا الالوان وتشوفوا تناسق الالوان وتشوفوا الرسومات بتاعة النوع ده. يا رب ينول اعجابكم، ولو حجزتوا اي فيديو على اي نوع محمد معين انا تحت امركم. وربنا يبارك للجميع ان شاء الله. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، واللي مش مشترك يشترك، واتركوا لنا تعليق بتعليقاتكم وملاحظاتكم، واحنا تحت امركم ان شاء الله.